يتجدد لقاؤنا بكم مشاهدينا الكرام، هذا العدد الجديد من تواصل دوت كوم. إلى عناوين ملفات هذا العدد وهي متنوعة ومن مختلف أنحاء العراق. في الملف الأول سنتوقف عند العبادي. العبادي بحضور وفد من الأكراد يستهزئ بالذات الإلهية أثناء طرحه بعض الأمثلة. بعد ذلك نذهب إلى عباس البياتي الذي يشبه الكتل الخمس المتحالفة معه بما يعرف لدى جمهور الشيعة بأصحاب الكساء. ثم سننتقل بكم إلى كربلاء، وهناك طالبات مدارس يدفعون ثمن غياب الاهتمام الحكومي في ظل تواصل الأمطار هناك وفي مختلف المحافظات. ومن ثم ننتقل ختاما إلى المتسولين الأطفال الذين ينام بعضهم على الأرصفة وقرب حاويات القمامة، والحكومة تنفي وجود متسولين. العبادي وأثناء لقائه وفدا كرديا من أربيل وعلى سبيل التندر رجل يقول نكتة ويقحم الذات الإلهية فيها. تابعوا إلى أين وصل الانحدار اللفظي والتطاول للأسف. يقول لا الله بخير، يقول لا ربنا قرأ له حاجة. Something happened, no? You just arrived? Yes, it is. Yes, we're fine. You don't know, not. We're fine. No, والله جنس. وشفت وراكم بس وكان معك معانا معانا مو وراكم معانا معانا اوكي ثانك يو سو ماتش. بعيدا عن فكرة الاستهزاء بالذات الإلهية، حتى أن الوفد الكردي وإن كان يعني يضحك مع العبادي أثناء اللقاء إلا أنه لاحقا وأثناء المؤتمر الصحفي لم يتوافق الوفد الكردي مع العبادي. ليس هذا فحسب، الازدراء والاستهزاء تواصل من العبادي أثناء مؤتمره الصحفي. تابعوا واشهدوا. يعني أنا عندي وثيقة، وثيقة جزء منها هي صادرة صحيح بس تم التلاعب بها. إذا أبو الكاميرا عين شوف، هاي وثيقة يدعي بأنه إحنا فتحنا مطارات السليمانية وأربيل بدون قيد أو شرط بدون الالتزام، ونشر هذا كتاب رسمي صادر صحيح بس متلعب بكلمتين شاطبهن. هذا الكتاب الأصلي إحنا سمحنا، صار طلب سمحنا، بس سمحنا فقط للذين يريدون أن يؤدون العمرة في مكة والمدينة. صار عندنا طلب أن المعتمرين هم ما رايحين لأي مكان، يسافرون من الأربيل السليمانية إلا يضطرون بالروح ينزلون بغداد بالرجعة، زيادة كلفة تصير وتعب. أجزنا المعتمرين بالذات أجزنا، بس دول للأسف شوف وصلوا التزوير إلى هالمراحل، يريدون يزغلون على الله، والله ترى ما يلعب وياه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يخدعون أنفسهم بالأخير. يعني ربما قال بعضهم إليك يا العبادي كان يكفي أن تستشهد بهذه الآية، لا داعي لهذا اللفظ غير المهذب مع الذات الإلهية. هل عقمت اللغة العربية يا رئيس الحكومة ولم تبقى مفردات غير تلك التي قلتها مستهزئا؟ فعلا إن لم تستحي فاصنع ما شئت وقل ما شئت. ومن استهزاء العبادي الذي لاقى صدى واسعا من الرفض على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي إلى عباس البياتي، شاهدوا آخر صيحات عباس البياتي. حكمة السيد عمار الحكيم. إيه؟ طيب إيه؟ الحكمة حضرتك الحكمة مرشح على هذه الانتخابات ودولة القانون ودولة القانون والنصر والسائر خمسة، صرنا خمسة أصحاب الكساء، إحنا خمسة أصحاب الكساء. طيب. أولنا النصر وبعده القانون ثم الفتح والحكمة والسائرون. جميل، إذن السؤال هو أنت مرشح في هذا؟ جميل، الاستشهاد بما يعرف لدى كثيرين من الشيعة بأصحاب الكساء وإسقاط هذا المصطلح على تكتلات سياسية وهذا الاستغلال غير المقبول من كثيرين، قوبل بحالة سخط كبيرة ولم يعد دونه جميلا. نتابع.
والسائر خمسة، صرنا خمسة أصحاب الكساء، إحنا خمسة أصحاب الكساء. شنو 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 ما سمعت. بس فرد لحظة، بس قبل لا نذكر كلمة أصحاب الكساء، شفتوش قال على عمار الحكيم الحكمة 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 إيه إيه إيه؟ ولك ولك تافه. خلونا نرجع لموضوعنا، شنو؟ إحنا خمسة أصحاب الكساء. أنتم منو؟ لا لا حقيقة أنتم منو؟ أنتم الآن السماوات تلعنكم. أنت عباس البيات والقيامة تقارن نفسك به بحديث أصحاب الكساء، هذا الحديث المقدس اللي إحنا دائما نحاجج به. زين أنتم كتل سياسية تقول خمسة وأصحاب الكساء هم خمسة، النبي محمد والإمام علي والإمام الحسن والحسين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم. أنت وين من ذولة؟ زين معقولة خلصت الوسائل، خلصت البطانيات، خلصت كل الوسائل جذب المواطن وخمسة خمسة خمسة وهاي السوالف، جيتونا الآن في عام 2018 وتقول إحنا نفس أصحاب الكساء؟ لك تافه؟ لك تعبان؟ ولك أنت لابس القاط، لابس القاط ومبين مبين من شكلك؟ من شكل شكل مال واحد ما أعرف حرام. ليس هذا فحسب، شخصيات شيعية خرجت لترد على البياتي الذي قيل إنه اعتذر لاحقا بعدما شاهد وابل السخط على ما تفوه به مؤخرا. اليوم احنا امام ظاهرة ما لها ابدا يعني سابق، منذ 1400 عام لم يعرف المسلمون غير كساء آل محمد عليهم السلام. يجي اليوم فرد واحد متخلف راهق بالدارج العراقي نسميه خفيف غير متزن، يجي ويتهجم على العقيدة الإسلامية بهذا الشكل وبهذا اللون وينسب الكساء ويطلق هاي التسمية على أحزاب عرف الكثير من أفرادها بالفساد بالظلم بالتعدي على الشعب، أكو حقوق للجماهير برقابهم. صرنا خمسة أصحاب الكساء، إحنا خمسة أصحاب الكساء. شلون أنت تجي تنسب هذه التسمية لهذه الأحزاب؟ هذا الموضوع خطير جدا. إلى كربلاء الآن وشاهدوا الطالبات كيف يتجهن إلى مقاعد الدراسة. عظيمة هذه الحكومة التي تريد الحكم مجددا. تعرفون لماذا يريد العبادي السلطة ومن حوله؟ حتى يعيش أبناؤكم المشاهد القادمة بشكل دائم. شاهدوا هذه المشاهد التي سيتعرض لها أبناؤكم مجددا في حال عاد أولئك للأسف للسيطرة على العراق. لحظة، وقت انتهاء الدوام مدرسة سامر الابتدائية. لاحظ طلاب بالطين جاي يدرس، اطلب العلم ولو كان في الطين. هذا الطين مال حي سامر، شارع طوله ما يتجاوز 80 متر، ماكو مسؤول يقدر يجي يذب سبيس او يقص الشارع يسوي له تبليط. حي عمره ما يقارب 35 سنة، ما بي اي خدمات، اي خدمات ما بي، كهرباء دائما محولات الطق، مي الاسالة ضعيف، وهاي الشوارع مجاري طبعا منتهي من عندها، اي مجاري ماكو. لو اكو مجاري كان هاي البحيرات ما تظل. هاي امام احد روضات العتبة العباسية، باع هاي الطفلة، باع هاي الطفلة بالطين. انا لله وانا اليه راجعون. ومن وجع ومرارة الحياة يخرج شيء من الابداع المصحوب بمشاهد الوجع. الامطار التي تحمل نعمة اصبحت في العراق نقمة للاسف. شو مسوين؟ فطننا على الهضم والعوز والحسرات، وفقهنا على البتش وعدم فتحنا العين. شو مسوين؟ انتبهنا على الكنة والسوق والتجنيد وعلى الآل ومشاهد ونقل والتمويل. شو نسوي؟ لقينا من جرح ويصمت ملح العوز، شف بيه مستحى وشف لي دورة حين.
لقينا من جرح ويصمت من في العوز في مستحى وشف في دور طحي لقينا من غموس بصفرة اللوعات ومثل عرش المطر ويلوج بيها البي حسم بحوح أمني والضماير موت وين القى خيته وين راح الزين وين الزين ما مش زين وين الزين وين الزين. ومن المبكي بسبب الأمطار في العراق إلى ربما ما يترك بعض ابتسامة، ولأن شر البلية ما يضحك، نترككم مع هذا المقطع الآن حتى تروا من المستفيد الوحيد من غرق الشوارع في العراق بمياه الأمطار. هاي بطاطينا فرحانات بالمطر. كوسي صار شط. اتخباركم. هي بعد بس صارت لك شط هسه. المضحك المبكي فعلا، لا حرمكم الله الابتسامة في ظل ما نعيش من صعاب وآلام لا تنتهي. الآن نذهب إلى الملف الأخير، حيث يتواصل نوم كثير من المتسولين في الشوارع في وقت تنفي الحكومة الحالية وجود مثل هذه الحالات. نتابع معا. كنا نايم. ها؟ شو تشتغل؟ ها؟ اي والله شو تشتغل شو تبيع؟ يا دسم شو تبيع حبيبي؟ تروح على البيت بات يمي؟ الله عليك والله مش على البيت. شوف العالم يا الله بقى العالم وين تنام؟ يم بالشارع على الرصيف؟ وين الحكومة هاي؟ ليش هيك العالم مو حرام؟ قوم حبيبي تقوم وياي؟ ها؟ والله قوم وياي للبيت. ليش نايم هنا؟ ها؟ حبيبي انت مو بردان هنا ما تبرد؟ هنا نايم بالقاعة والله مصيبة يا الله بقى حكوماتنا شوفوا بقى العالم وين؟ يم الحاوية تكرمون ما الزبالة منطقة الأعظمية اليوم هاي منطقة الأعظمية الولد نايم على الرصيف يم الزبالة تكرمون قوم روح على البيت قوم والله قوم روح على البيت شوفوا العالم هاي خطيه وين تنام تنام على الرصيف وانتم تنامون بخصور مو هاي العالم هذا حال العالم من الله لا يعطيكم اي والله دمرت العالم اي والله لا يعطيكم ولا يوفقكم ولا يهنيكم عالم تنام بالشارع عم الزباله وانتم تنامون بخصور مو لا حول ولا قوه الا بالله. ثم تاتي الحكومه الحاليه لتنكر وجود مثل هذه الحالات في العراق. دعونا نذهب الان إلى أنصار وذوي أفراد من ميليشيا الحشد. لا توجد سيارات إسعاف، ما دفعهم إلى نقل والدهم المريض في سيارة مدنية. شباب يتحدثون عن عدم وفرة سيارات إسعاف، وهم الذين يقولون إنهم خدموا في الحشد كما يقولون. إذا كان هذا الواقع الخدمي لمن يعملون في ميليشيا الحشد، فكيف بالله عليكم الحال سيكون مع بقية أهل العراق الذين لا ينتمون لا لأحزاب ولا لميليشيات؟ نتابع. هذا العراق ما يطلعوا لهم اسعاف، ما تشيل المريض للمستشفى. وخره عنده صوره ولده ثلاثه بالحشيد، واحد مصابين مصابين بالحشيد ولده. هذا عمي، انت ابن عمي؟ انا ابن عمي، انا ابنه مقاتل فرقه العباس القتاليه بالحشيد. رحم الله والديك. واخوي الثاني هم مقاتل فرقه العباس القتاليه، فقد عيونه اثنيناتهم بالحشيد. لاجل هذا الوطن اللي كل شيء ما حاصل من عنده. جابوه من الثديه حطوه وين؟ بالسلامه. هاي البنت هذا الرجال. لا نغطين رجليه طلع خلي طلع رجليه. في منطقة الحرية ببغداد سحل عدد من المواطنين وطردهم من منازلهم بالإكراه. انظروا ماذا يحدث، يلاحقون المواطنون أو يلاحقون مواطنين معدمين ويتركون اللصوص والفاسدين. شاهدوا هذا المقطع ثم نذهب وإياكم لنقرأ بعض التعليقات. الله أكبر، يعني هاي وضعية يسووها بالعالم الفقراء؟
يعني هاي عالم فقراء، هاي مرة شنو ذنبها هسه تخربطت؟ هل شوفيتها على راسها؟ شنو ذنبها هذا الحج حاير بزوجته؟ يعني هاي العالم لما حالتهم ضعيفة وما يتمكنون يقعدون بأملاك. يعني هذا مريض بعد شوفي بس ما. ترى مريضي مريضي بسرعة 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 يعني تخربط معقول لزمتها الحالة. والله عز الثاني عز الثاني. يعني إنسان مريض وفقير ده يدافع على أولاده، فرش البيت على رأسه الله لا يوفقكم. يا حرامية. الله لا يوفقكم يا حرامية. الله لا يوفقكم يا حرامية. هذا هو دور الحكومة الحالية ودور القوات الحكومية التي تستعرض العضلات على الفقراء والمعدمين من الناس. البلاد طهرت من كل الفاسدين ومن الفساد، ولم يتبقى إلا فقط أن تصلح منطقة الحرية ببغداد من بعض المتجاوزين. الله عليك أيتها الحكومة. نقرأ عليكم الآن أبرز التعليقات التي جاءت رفضاً لمثل هذه اللقطات التي التقطت في الأيام الأخيرة من منطقة الحرية ببغداد. إلى التعليق الأول الآن، يقرأ أو يكتب علي العزاوي ونقرأ عليكم. الله أكبر على حكومة الحرامية، عزايا مسافرات وأملاك بلندن والشعب طاح حظه. الشعب لا حظ له مع حكومة فاسدة تسرق أموال العراق والعراقيين وتحرم العراقيين ببعض ما لديهم من حياة فقيرة معدمة، تحرمهم الأمن والأمان وتسحلهم أمام عدسة الكاميرات. إلى تعليق جديد، غريب في وطني يكتب، يعني لو أعرف هاي الدولة شتريد من المواطن جان ارتاح لك، لا أمان لا عمل لا سكن لا إعمار، مو الدستور يضمن حق المواطن بسكن والعيش الكريم. عمي الله ينتقم من هيك دولة ظالمة. غريب في وطني وهو الاسم على مسمى، العراقيون غرباء في أوطانهم اليوم. القانون أو الدستور الذي ينبغي أنه يكفل حق المواطن بالسكن في بلده هو ذات القانون الذي يتبناه ويدعي يعني العبادي ومن معه من القوات الحكومية أنهم ينفذونه على هؤلاء البسطاء فيسحلونهم بالشوارع. إلى تعليق جديد، هايدر يكتب، عود ليش البلدية ما تشيل عمار الحكيم مو متجاوز؟ والله سؤال برسم الإجابة، يعني ألا يعد عمار الحكيم وغيره من المتجاوزين سواء سياسيا أو على حقوق للعراقيين، وما من أحد يحاسبه ويقول له من أين لك هذا؟ إلى تعليق جديد، حيدر الطائي يكتب، خلي يروحون للمافيات التابعة للأحزاب الدينية، الجاي تاخذ بقاع الدولة خاوة بغداد وجاي يبيعون على أساس زراعي. طبعا هنا يتحدث عن جهة معينة تستأثر بحقوق العراقيين بالأملاك بالأراضي، تستأثر أو تحاول أن تستغل مناصبها حتى تستغل هذه المناصب حتى تبيع أراضي ليست من حقها، توزع على هذا، تحرم هذا، تحكم بما لم ينزل الله تعالى، وفي النهاية المظلوم والمتضرر أولا وأخيرا المواطن المعدم الذي لا يجد نصيرا ولا يجد من يحامي ويدافع عنه. إلى تعليق جديد الآن، محمد يكتب، لافتات الأحزاب الدينية المجرمة موجودة على الأرصفة العامة وتجاوزهم بالشوارع الرئيسية ما حد يقدر يطخها. طبعا هنا يتحدث هذا الشاب عن فكرة الدعايات التسويقية للانتخابات وكيف أن هناك لافتات ويافطات كثيرة توضع بمختلف الأماكن وبشكل متجاوز فيه ولا نجد من يحاسبهم أو يزيل هذه التعديات، ربما لأنهم نافذون في الدولة، هذا إذا كان هناك دولة. أما العراقيون البسطاء المسحوقون فلا نصير لهم إلا الله وكفى بالله نصيرا. إلى تعليق أخير الآن في هذا الموضوع، كتبت زمزم الغالبي، خلي يطلعون من قصور صدام النايمين بيها لأنها أيضا تجاوزات، وبعدين يجون يحاسبون الفقير على التجاوز. هذه العراقية أيضا تتحدث عن تجاوز الحكومة فيما يتعلق بأملاك هي
هي من الأصل أنها للدولة، عليهم أن يخرجوا من هذه التجاوزات قبل أن يأتوا ويحاسبوا الفقراء على ما يسمونها تجاوزات. الآن نذهب إياكم إلى تويتر. ومن فساد الحكومة على الأرض إلى فساد الاتصالات بالعراق، تدركون وتعلمون جيدا وربما عايشتم هذا الفساد في الاتصالات في الأسبوعين الأخيرين، وكيف أنه لا إنترنت ولا اتصالات جيدة. نقرأ عليكم التغريدة الأولى في هذا الهاشتاج. وسام خالد يكتب: المواطن العراقي أصبح أضحوكة لهؤلاء السراق. صفقات خيالية تتم بين وزارة الاتصالات والشركات العاملة في مجال خدمة الإنترنت، وبالتالي المواطن هو الخاسر الوحيد في هذه الصفقات. فساد اتصالات العراق. إذن الفساد مستشري ليس فقط على الأرض ميدانيا من قبل القوات الحكومية والحكومة الحالية فقط، وإنما أيضا مؤسسات الاتصالات أيضا تلقي بثقلها على كاهل المواطن العراقي المعدم. إلى تغريدة جديدة. أحمد يكتب: لو قمت ببحث صغير في محرك البحث جوجل ستكتشف أن وزارة الاتصالات العراقية قد أعلنت في عام 2013 وغيرها من الأعوام أنها ستقوم بتخفيض أسعار الإنترنت 50%، وها هي اليوم تعلن في عام 2018 نفس البيان الذي أصبح النشيد الوطني لفسادها. يريد أن يقول باختصار إن الحكومة تقول ولا تفعل. إلى تغريدة جديدة. ميثم الخزاعي يكتب: عندما تقام دعاوى قضائية على الشركات الفاسدة تجد شريحة من السياسيين سيستميتون دفاعا عنها لارتباط أحزابهم الفاسدة بها، فإذا كانت المؤسسة الرقابية هي المتورطة معهم فنحن في مشكلة كبيرة. هنا يتحدث عن مشروع القطط السمان، القطط السمان في العراق، وكيف أن نافذين في الحكومة هم من يشجع هذه الشركات حتى تفعل ما تفعل وتقدم خدمات سيئة للعراقيين. إلى التغريدة الأخيرة الآن. كتب معمر: فساد الاتصالات مثل فساد الفضائيين أو القضائيين، العملية السياسية برمتها بالعراق فاسدة. هنا يريد أن يقول إذا كان الأساس فاسد فلا تتحدثوا عن البناء، لا تتحدثوا عن الإنترنت الذي هو دخل في إطار الأساسيات اليوم، ولكن إذا كانت الحكومة فاسدة فمن الطبيعي أن يكون كل ما وراءها فاسد. نذهب الآن وإياكم إلى المقاطع المصورة. في المقاطع المصورة اخترنا لكم الجرح النازف في سوريا، وهناك لا تزال الغوطة الشرقية تشتكي إلى الله في ظل انعدام صوت الضمير الحي في هذا العالم. نعم، ستكون الغوطة الشرقية حلب الثانية، وستكون إدلب هي حلب الثانية، وستكون كل منطقة تعاني من إرهاب المجموعات المسلحة في سوريا هي حلب الثانية. هدي 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 هدي. الله يحمينا الله يحمينا الله يحمينا. قولي يستطيع العثور على رغيف خبز فإنه عثر على كنز الآن داخل الغوطة. الوضع كارثي جدا، الوضع مأساوي، الإبادة بحق الجميع دون أي استثناء، الصغير قبل الكبير. عم نشوفه هو الدماء والأشلاء وصراخ الأطفال والنساء تحت الأنقاض في عالم عايشة تحت الأقبية لهلأ ما أكلت رغيف خبز. طائرات استطلاع روسية سورية، عم نحكي عن براميل متفجرة، عم نحكي عن صواريخ موجهة كدفاع مدني اللي عم يتم استهدافه المدنيين فقط. 250 شهيد،
خلال 3 أيام، واليوم إلى الآن لم يتم توثيق الشهداء، لم نقدر على ذلك نهائيا. نهاية عدد اليوم، ألقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم.